السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم والحلقة الأخيرة من حلقات المعوذتان، تلك السلسلة المباركة التي عشنا فيها سويا طوال هذه الحلقات في كنف سورتي الفلق والناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلهما وأن يجعلنا من أسعد الناس بهما. والنهاردة بإذن الله نتكلم عن تعليم سورة الناس للأطفال. يمكن هنحتاج الحقيقة قوي في الحلقة دي، لأن الناس تراجع معانا الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن تعليم سورة الفلق بصورة عامة، مهارات تعليم سورة الفلق، والحلقة اللي اتكلمنا فيها عن تعليم سورة الفلق للأطفال، لأن فيها هنكون اتكلمنا عن أو قربنا مفهوم التعوذ، مفهوم التعوذ أو مفهوم الاستعاذة. طيب، ببساطة هنوصل لأولادنا كنظرة عامة كده برضو للسورة، إن السورة دي هي عبارة عن وصية، وصية من الله. ربنا بيوصينا بإيه؟ بيوصينا بالاستعاذة أو بالتعوذ، وخلاص المفروض إحنا عرفنا معنى الاستعاذة أو التعوذ من سورة الفلق. طيب، بيوصينا بالاستعاذة أو التعوذ، ومش بس بيوصينا مجرد وصية عادية، لا، ده هو ربنا بيأمرنا إن الكلام ده إحنا نلتزم بيه زي ما هو بالضبط، بيأمرنا إن الكلام ده خطأ، إن نستشعر إن هو خطاب لينا إحنا المخاطبين بيه. ربنا عز وجل بيأمرنا إن إحنا الكلام ده نعلنه في فخر واعتزاز وما نستحيش منه. ربنا بيخبرنا إن الكلام ده إحنا مش مطالبين بس بامتثاله أو بالعمل به، ده إحنا مطالبين كمان بإن إحنا نعلنه بين الناس وندعو إليه غيرنا ونرشد إليه غيرنا ونبلغه لغيرنا. طيب، إيه بقى اللي إحنا هنستعيذ منه هنا؟ يعني في سورة الفلق إحنا عرفنا هنستعيذ من إيه؟ إحنا هنستعيذ منه هنا؟ إحنا هنا هنستعيذ من حاجة محددة، من شر. شر ايه؟ شر حاجة اسمها الوسواس. ايه بقى الوسواس ده؟ هنا هنحتاج ان احنا نقرب لأولادنا مفهوم الوسواس. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هنحتاج كده. لكن محتاجين برضو نأكد لأولادنا على معنى ان الله سبحانه وبحمده رغم ان ده شر واحد، لكن هو يشتمل على شرور كتيرة. رغم انه شر واحد، لكن بما ان الشر ده بيصيب القلب فهو أخطر من الشرور اللي بتصيب الأبدان. ولذلك حتى ربنا عز وجل ذكر لنا من دواعي الاستعاذة به دواعي أكتر هنا، إنه رب الناس، ملك الناس. نعرف الذي يعني ملك الملك المشاهد والملكوت الغائب عن العين، والملكوت المبالغة في الملك برضو، الملك التام والملك التام، ملك الجاه والسلطان وملك الأبدان وكل ما يتعلق بالجن والإنسان برضو. دي المفروض الطفل يكون أو ملكية الحاجات دي الطفل برضو يكون عارفها، وإله الناس يكون فاهم أن الإله هو المعبود المحبوب المعظم اللي احنا المفروض نلجأ إليه ونقصده سبحانه وبحمده. طيب، مهم، دي دواعي ربنا ذكرها المفروض احنا نستحضرها فتساعدنا اكتر على ان احنا فعلا نوحد الله مستعاذا به، ونأكد لأولادنا على دي، لان ربنا مش بيأمرنا ان احنا نستعيذ به، بيأمرنا احنا لا نستعيذ الا به سبحانه وبحمده. طيب، ايه بقى الوسواس؟ نقرب الوسواس ازاي لأولادنا؟ احنا هنؤكد لأولادنا على ان الوسواسة دي حاجة بتصل، شيء بيصل لايه؟ بيصل للقلب، بيصل للعقل، بس شيء بيصل. طيب، بيصل ازاي؟ بيصل في خفاء وتكرار. طيب، دي بقى نوصلها ازاي للاولاد؟ الحقيقه من خلال تجربتنا، من اكتر الحاجات اللي بتقرب المساله دي للاولاد، ان احنا مثلا نيجي نقول للاولاد انت النهارده بتبقى احيانا بتتكلم مع واحد صاحبك وبدا يضايقك، ولما ضايقك انت تحس ان في حاجه جواك، صوت جواك عامل لك اضربه 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 اضربه، اعمل فيه حاجه. مثلا انت مثلا باباك قال لك ما تعملهاش، وتحس ان في حاجه جواك عامل لك اعملها 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 اعملها.
يبقى نأكد ابتداء على ان الوسواس ده كأنه ابتداء انها حاجة ليها علاقة بالشر مش بالخير، انها حاجة ليها علاقة بالشر مش بالخير. دي اللقطة الاولى. اللقطة التانية انها بتبقى حاجة خفية، يعني ممكن مش حد سامعها ولا حاسس بيها ولا شايفها الا انت، الا محدش عذرا سامعها ولا حاسس بيها الا انت. الحاجة التالتة انها ملحة عليك، بتتكرر تتكرر 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 تتكرر، وتروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي. دي برضو تكون واضحة. وبتروح لما تبقى مثلا تسمع حاجة خير أو حد يعظك أو ينصحك، يعني مثلا لما يجي مثلا والدك يقول لك حبيبي لا ده يعني ربنا ما يحبش كده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصناش بكده، ما وصناش إن احنا نؤذي حد، فتلاقي إن الخطر ده خلاص راح. ممكن لو سمعت القرآن يروح، لو صليت يروح، لو عملت حاجة كويسة يروح. فدي لعلها طريقة تكون مناسبة لإيصال مفهوم الوسواس للطفل. طيب احنا عايزين نعمل حاجتين، الأولى ان احنا عايزين نعمل تنبيه للطفل ينجيه من التهوين، انه ما يهونش من شأن الأمر ولا يبالي به، وعايزين برضو التنبيه ده يكون تنبيه منضبط علشان ما يعملش تهويل، ما يعملش تضخيم للمسألة. ولذلك احنا نخبره ان الوسواس ده ممكن يقوم به شيطان من الجن، ممكن يقوم به بعض الانس، ممكن يقوم به تقوم به النفس، انت نفسك بنفسها تقعد توسوس ليك وتطرح عليك الحاجات دي، تطرح عليك الحاجات دي، تطرح عليك الحاجات دي. فنفهم الطفل ان ده ممكن يحصل من الاطراف دي او من المصادر دي، ونؤكد له على انه حتى لو حصل فهو خناس، حتى لو حصل فهو ايه خناس، يعني يروح بسهوله، ان هو مع الاصرار ده والكلام ده كله بس يروح بسهوله. ومن الضروري ان احنا نزود يقين الطفل في الرب سبحانه وبحمده علشان يدرك ان يعني عذرا وان كان وسواس وبيروح وبيجوا في خفاء، لكن في النهايه هو مخلوق مخلوقات الله سبحانه وبحمده، لا يعجز الله سبحانه وبحمده. دي يكون بس الايه نكون احنا مستحضرينها لما نيجي نتكلم مع الطفل او نيجي نوصل للطفل الايه المعنى ده. كمان من الحاجات المهمة برضو ان احنا نفهم الطفل ان ممكن احيانا يكون الوسواس ده شكوك، ودي بقى بتطرأ على الاطفال كتير، وخصوصا مثلا من سن التاسعة سن العاشرة، شكوك وشبهات. طيب هو في ربنا فعلا؟ طب مين اللي خلق ربنا؟ طب الكلام ده جاي منين؟ يقول حاسس حاجة جوايا بتقول لي كده، الكلام ده بيتردد جوايا. وممكن يكون مش شكوك، ممكن يكون شهوات، اشتهاء حاجة معينة، ميل لحاجة معينة، اشتهي حاجة، عايز يعمل حاجة ممكن تكون حاجة غلط أو حاجة حرام ويشتهيها ويميل ليها. فبرضه لازم الطفل يفهم دي عشان برضه المسألة تكون واضحة عنده. يعني ما يتعلق يا جماعة بالوسواس، قصة الوسواس كلها، اللي هو مصدر الوسواس مين بالضبط، مظاهر الوسواس ايه هي، ان برضو يفهم ميادين الوسوسة، بتبقى ممكن تبقى ميادين تخص النفس والوجدان، يجي له كده وسواس، انت اصلا فاشل، انت مش كويس، انت مش عارف ايه، انت كذا، انت باباك بيكرهك، انت مامتك مش عارف كذا، انت مش عارف ايه، يعني ده يبقى هو وسواس بيؤثر في النفس والوجدان. وممكن يجي نوع من الوسواس اللي بيؤثر في الدين والايمان، فيكون متعلق بدينه، لا مش لازم تصلي بقى، انت كده كويس، انت مش عارف ايه كذا. ونوطن الطفل على ان لما حاجه زي كده تحصل ان هو يتعود بقى على منهاج الاستعاذه بالله سبحانه وبحمده، ويدرك ان هو مهما الوسواس ده بقى اشتد ومهما احتد ومهما امتد، يعني مهما زادت شدته، مهما زادت حدته، ومهما امتد، فالله سبحانه وبحمده أقوى منه، والله سبحانه وبحمده أعظم منه، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك من الضروري جدا أن احنا نحدثه مثلا عن قول الله عز وجل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون الذين هم بهم مشركون. نحدثه عن قول الله عز وجل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ده من الضروري الطفل يعني لازم يفهم، ياخد باله من هذا الشيطان إنه موجود، ومن شياطين الإنس دي موجودة، ومن الوساوس دي موجودة، لكن يكون مدرك ويكون فاهم إن الله أقوى وأقدر. برضو من الحاجات المهمة أوي تنبيه الطفل لأن صديق السوء ممكن يمارس هذا الوسواس،
ان صديق السوء يمارس الوسواس ده، يوسوس له اعمل كذا ودي كذا، طب مش عارف اعمل شيء، طب اشرب سجاير، طب اعمل كذا، طب بطل كذا، طب مش عارف ايه، انت ساكت عليه ازاي، انت مش عارف ايه، ده برضه بيمارس وسواس اصلا، حاجه بينه وبينه كده في شكل خفي، وهو بيكرر بيكرر ويلح يلح. نفهم الطفل برضه ان من صور الوسواس اللي موجوده او الحاضره في مجتمعنا الاعلام اللي يعني اللي بيجي في الاعلام الفاسد اللي بيجي على السوشيال ميديا، حاجه بتيجي عماله تلح 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 وتوصل لمفاهيم معينه. المهم ده ضروري ان يفهمه الطفل. الموضوع طبعا في تفاصيل كتير، لكن احنا هنكتفي بالقدر ده فيما يخص الطفل. ويعني انا حابب في الاخير يعني اشكر حضراتكم على متابعتكم لهذا البرنامج طوال هذه المده، واسال الله عز وجل انه ينفعنا يعني بهذا الذي تعلمناه، وان يجعله حجه لنا لا علينا، وان يجعلنا واياكم من اهل المعوذتين على الحقيقه، ومن اهل المعوذات. وفي الحقيقه يعني الواحد دايما في الحاجات اللحظات اللي زي كده مش عارف يبقى بيفرح ولا بيزعل، يعني هو بيفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، بيفرح بتمام النعمه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبيزعل على هذا الفراق، لكن اتمنى ان هو يكون يعني مش هو مش النهايه، هو البدايه، وده اللي اتمناه، ان دي ما تكونش يعني نهاية العلاقة بالمعوذتين، بالعكس لتكون بداية العلاقة بالمعوذتين، بداية عهد جديد مع المعوذتين، بداية معوذتين جديدتين في حياتنا تنتميان إلى المعوذتين اللتين نزلا على محمد صلى الله عليه وسلم، مش معوذتي الطقوسية اللي موجودين في واقعنا النهاردة، عايزين معوذتي العبودية. أتمنى أنها تكون بداية، أتمنى الحقيقة أن الناس هذا الخير تنشره وتعمل على إيصاله لغيرها. أعتقد من الحاجات اللي هتساعدكم كتير إن شاء الله متابعة يعني كتاب كيف نسعد بسورة الفلق، وإن شاء الله لعل يعني يكون هيبقى صدر برضو كيف نسعد بسورة الناس إن شاء الله، وبرضو متابعة الحلقات اللي فاتت من السلسلة دي، سلسلة السبع العظام، لأن الحمد لله رب العالمين كده إحنا خدنا 5 من السبع العظام، ويتبقى لنا إن قدر الله اللقاء والبقاء في أعوام قادمة ناخد إن شاء الله خواتيم البقرة وناخد سورة الكافرون، وتكون اكتملت المنظومة إن شاء الله. ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، هذا وما كان من يعني توفيق أو إحسان فمن الله سبحانه وبحمده، وما كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سعدت بصحبتكم في هذه السلسلة المباركة، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.